يا صباح الفل والجمال وكل حاجة حلوة على أحلى مشاهدين في الدنيا في حلقة جديدة ومهمة من خير بلدنا. طبعا زي ما عودنا حضراتكم كل حلقة بنناقش معاكم موضوعات جديدة ومختلفة، بس في حلقة النهاردة مش بس هنناقش معاكم موضوعات، لا وهنقدم لكم مفاجأة مهمة جدا. قد إيه المفاجأة دي عظيمة ومفيدة، بس قبل ما أعرفكم إيه المفاجأة حابة أرحب بزمايلي اللي بيشاركوني في تقديم البرنامج. يا صباح الخير يا شباب. صباح الخير يا سارة. صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده ومهمه من حلقات برنامجنا خير بلدنا. وزي ما عودناكم في خير بلدنا انه مش بس هنتكلم في الزراعه والصناعه، احنا مش هنقف على اي حاجه، احنا هنتكلم في كل حاجه. عشان كده هيكون معانا في فقرتنا الاولى محمد محمود ابراهيم، شاب مخترع جهاز روبوت لمكافحه الحرائق. الابداع ملهوش نهايه، واحنا عندنا مبدعين وعلماء متميزين جدا، ولما نقول علماء يبقى نقول احمد زويل ومجدي يعقوب ومصطفى السيد. وعشان كده هيكون معانا محمد محمود ابراهيم صاحب اختراع روبوت لمكافحه الحرائق. مصر دايما عاليه بشبابها وبولادها اللي ان شاء الله هيعلوا مكانتها في كل دول العالم. خلوني في البدايه قبل ما ننبه عن فقرتنا الزراعيه النهارده، حابه ان انا اوجه خالص التهنئه للامه الاسلاميه في مصر والوطن العربي بمناسبه حلول المولد النبوي الشريف اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اما عن الفقره الزراعيه معانا النهارده هنتكلم عن محصول الذهب الاحمر الفراوله. سميت الفراوله بالذهب الاحمر نظرا لاهميتها الاقتصاديه في السوق المحلي وفي السوق التصديري. ايه هي المشكلات اللي بتواجه المزارعين في زراعه الفراوله وفي تصديرها؟ ده اللي هنتناقش فيه في فقرتنا التانيه مع الدكتور مصطفى حمزه استاذ الخضر المساعد بكليه زراعه جامعه بنها. طبعا محصول الذهب الاحمر موضوع مهم جدا جدا، وكمان هنطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون معانا الطالب محمد محمود هيتكلم معانا عن الاختراع اللي اخترعه جهاز روبوت لمكافحه الحرائق. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة تانية في أول فقراتنا، ونرحب بضيفنا محمد محمود إبراهيم صاحب اختراع جهاز روبوت لمكافحة الحرائق. هيتكلمنا عن بداية الجهاز وإزاي بدأت فكرته وإزاي لحد ما وصل لاختراعه المتميز. أهلا بك يا محمد ونورتنا خير بلدنا. أهلا وسهلا بكم وأهلا ببرنامج خير بلدنا ومشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك يا محمد. في البداية أنا محمد محمود إبراهيم، طالب مصري من محافظة الفيوم. نشأت في أسرة متوسطة بإحدى قرى مركز إقصى محافظة الفيوم. خلصت دراسة في القرية مسقط رأس قرية الونيسة، أتممت فيها الدراسة الابتدائية ثم الدراسة الإعدادية، ثم بعد ذلك انشكل الطريق بالنسبة لي فخيرت ما بين اتجاهين، إما اتجاه التعليم الفني أو اتجاه الثانوية العامة. فاخترت اتجاه التعليم الفني اللي منه قدرت أوصل لجهاز روبوت مكافحة الحرائق باستخدام عن طريق إن أنا دخلت محاضرات ورش عمل بحث علمي مع الانتل ومع الاسبرت. ايوه محمد، يعني احكي لنا واتكلمنا عن الفكره جت ازاي اساسا. الفكره جت ازاي؟ احنا طبعا جت في فتره سابقه على مصر، يمكن ده سبب نبذه الفكره عندي في دماغي، ان احنا في 2016 حدثت حرائق كتير جدا في جمهوريه مصر العربيه، وبالاخص شهر يوليو 2016 وده كان حريق العتبه بالقاهره والعمليه بالاسكندريه. وطبعا يعني كان كميه الخسائر الماديه والبشريه كبيره جدا. ففكرت فكره، يعني ليه ما يكونش في بديل الانسان البشري يخش يطفي الحرائق، خصوصا الحرائق دي بتكون درجات حرارها عاليه جدا، وليه ما نخشش احنا جهاز يخش يطفي مكان الانسان البشري واقدر اتحكم فيه عن طريق ريموت كنترول من خارج الحريق. طيب تمام يا محمد، احنا بس عايزين الاول نعرض الفيديو معانا بتاع الجهاز الروبوت عشان بس الساده المشاهدين يبقوا عارفين احنا بنتكلم على ايه. ممكن الفيديو يا شباب لو سمحتوا؟ ده بالفعل نموذج مبدئي، ده نموذج مبسط للجهاز، كنت انا عامله برضو طيب مصغر جدا. وده قبل دخولي. طب معلش اشرح لنا بقى وانت بتتكلم. انا طبعا الجهاز ده عباره عن بيكون مجنزر دبابه، هنا في النموذج متركب عجلات لعدم وجود امكانيه لتركيب جنزير عشان الموتور. الجنزير العجلات دي او الجنزير بتسمح للجهاز ان هو في حاله وجود سلالم في اي عماره يبدا يتسلق السلالم بالتناوب، العجلات بتبدا تشتغل تبادل مع بعضها. طبعا عندي في الجزء العلوي في الجهاز، طبعا المشاهدين شايفين كميه الشرائح اللي موجوده
فالناس مستغربه ايه؟ انت بتتحكم بالجهاز ده بقى بايه؟ تمام، انا عندي شريحتين اساسيتين. اول حاجه شريحه الاردوينو، وده كارت بقدر ابرمجه على المهمه اللي بيكون بها الجهاز. وعندي ثاني شريحه هي شريحه ال L298N، ودي شريحه للتحكم في المحركات اللي بيشتغل عليها الجهاز. ده بمختصر المفيد، انا بركب على الدائره دي دائره بلوتوز، وبعمل لها برمجه على البروجرام الخاص بيها، وابدا ابعته للابلكيشن على الموبايل. يعني ده ابلكيشن انت عامله على الموبايل؟ اه، ابلكيشن انا بعمله على الموبايل، ببدا اتحكم في الجهاز وعن بعد. ابسط حاجه عن طريق بلوتوز، ده بيكون عن بعد 25 ل 30 متر. طبعا عندي تاني طريقه تحكم بتكون عن طريق الانترنت، وطبعا بيكون على نطاق اوسع من بلوتوث. وعندي الطريقه الثالثه والحديثه اللي انا شغال عليها حاليا في الخطوه المستقبليه للجهاز، هو ان انا بتحكم في الجهاز عن طريق خلايا الاعصاب لمخ الانسان. ان انا مجرد مفكر في الفكره وابدا ان انا اخد اشارات مخ الانسان، اترجمها لحركات فيزيائيه ولغه برمجه تتبعت للجهاز، الجهاز بيفهمها ويبدا يحولها طاقه حركيه داخل الحريق. طيب برافو عليك قوي كده. بس هو فين الماده اللي بيطفي بيها اصلا؟ الماده اللي بيطفي بيها، اول حاجه انا عندي البودي الخاص او المجسم الخارجي للجهاز بيكون مستحدث عن كده شويه في النموذج النهائي، وده بيكون شكل دبابه مصفح من الخارج تماما، ومبطن بطبقات حديد مع نحاس مع نيكل كروم، وده بيستحمل حد ادنى 390 درجه حراره وحد اقصى 2000 درجه حراره. يعني انا اطمن على الجهاز بتاعي يخش حرائق البترول ويطلع منها سليم. جزئيه الاطفاء بيكون عندي على الجهاز من الاعلى، بس هنا عشان جزئيه السلامه في العمل فانا مش مركب عليه طفايات حريق. الطفايات الحريق بتكون متوصله 4 طفايات متوصلين بدايره انذار ضد الحريق، ودي بتكون مبرمجه على انها اول ما بتشم الدخان او تشم حرائق لهب تشتغل تلقائيا. يبقى انا في الحاله دي انا تحكمي في الجهاز بيكون الحركه بتاعته. الجهاز انا بشوفه داخل الحريقه عن طريق كاميرا بتكون متوصله في الجهاز، بتتبعت لي صوره تلقائيه، وانا ببقى شايف على الموبايل يعني الجهاز ببقى شايف على الموبايل الجهاز رايح فين والاماكن اللي هو فيها. في الحاله دي انا لو الجهاز بتاعي نفترض انه داخل الحريقه وتم انقطاع الاتصال بيني وبين الجهاز، في الحاله دي انا بتم الجهاز اول ما بيدخل بياخد صوره ثلاثيه الابعاد للمكان. من خلال الصوره ثلاثيه الابعاد بيقدر يعرف مداخل ومخارج المنزل منين، او الشركه اللي داخل يطفيها. في الحاله دي بقدر الجهاز بيقدر بعد ما يخلص الحريقه قبل نفاذ الطاقه الكهربائيه او البطاريه اللي فيه بيبدا ياخد مسار الخروج من خارج الحريق. وفي حاله حدوث حريق عملاق جدا بدفع اكتر من جهاز داخل الحريقه، وفي كده وبكده انا بوفر العامل البشري او رجل الاطفاء ان هو ما يكونش معرض لاذى ومصائب من الحرائق اللي احنا بنشوفها كل يوم. طيب يا محمد، طب كلمنا عن الشخصيات العامه من قابلتها، وايه احساسك من قابلت الناس دي؟ طبعا يعني الشخصيات اللي بقابلها في حياتي كتير جدا، لكن بيكون لناس فيهم بصمات في وجدان الانسان وفي خياله دايما ما بيطلعوش ابدا. فانا طبعا يعني اول يمكن اذكر على سبيل المثال بعد تخرجي من المدرسه الابتدائيه دخلت مدرسة إعدادية، فكان المدرسين هناك فعلا رحبوا بيا. أخص بالذكر كان عندي مدرس اسمه أستاذ عبد التواب وأستاذ عبد محمد يوسف، طبعا الناس دي رحبت بيا وبدأوا يشوفوا أفكاري عاملة إزاي. لما كانت بتيجي الجامعة من بره المدرسة طلعوني اللجنة مرة واحدة، وبعد كده أنا التحقت بمدرسة في مدينة يعني كانوا بيدعموك؟ كانوا بيدعموني في حالة إن وجود لجان أو حد جاي من المحافظة للقرية. ببدأ إن أنا أشوف هما يعني يشوفوا شغلي، كنت عامل غساله بالطاقه الشمسيه، او ان انا عامل مثلا روبوت سالي، او ان انا عامل جهاز انذار او كلام حاجات من كده كانوا بيشوفوها. او كنت بعمل مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر، زي ان انا بجيب ازايز الفوارغ وابدا اعمل منها اباجورات ببيعها. طيب بالنسبه لفكره بقى الروبوت الالي ده، جات لك الفكره بتاعته ازاي؟ الفكره بتاعته انا في مره كنت بصلح مكنسه كهربائيه، تمام، والتوقيت كان 27/6/2016، وفي الوقت ده كان موجود حريق العتبه بالقاهره، وطبعا ده اللي كان منتشر جدا في الوقت ده، وفي نفس التوقيت كان في حريقه في القريه عندنا. فرجعت من بعد عمليه الاطفاء، رجعت فكنت مكنسه كهربائيه بتشفط الهواء للداخل، فبدات اعمل لها عمليه تحويل، انها تشفط الهواء، انها تعمل عمليه دفع للهواء. من خلال دفع الهواء بدات توصل عليها طفايه حريق الاول، بعد كده بدات امشيها شويه بتطفي حريق، بدات اعملها مانوال بالسلك، وبعد كده بدات اعملها لاسلكي عن طريق ريموت كنترول. تطورت معايا الاحداث لحد ما دخلت المدرسه الثانويه الصناعيه اللي كنت فيها. رحبت بيا استاذه رئيسه القسم استاذه سماح عبد الله عبد الجواد، من خلالها قدرت اخش مسابقات مع الانتل ومع الايسف. طبعا
اخص بالذكر دلوقتي شخص جدا حفزني ودعمني علميا جدا في المشروع، وانا بعتبره والدي، دكتور خالد حسني ابراهيم استاذ الهندسه الكهربائيه جامعه الفيوم، ودكتور محمد جوده استاذ الذكاء الاصطناعي جامعه حلوان. الناس دول دعموني جدا. ليهم الاستاذ خالد والاستاذ محمد طبعا، يعني شخصيات فعلا دعموني جدا جدا ودعموني علميا. طبعا لما جيت في منتصف طريق التعليم الفني تانية سنة وصناعي، كانت افتتحت مسابقة اسمها بوابة الابتكار، واللي من خلالها اشتركت فيها وخدت مراكز على مستوى الجمهورية. وبعد كده قدمت على براءة اختراع للجهاز. قدمت على براءة اختراع مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالفيوم. طبعا براءة الاختراع طيب يعني مين اللي ساعدك في انك تعمل براءة اختراع للجهاز بتاعك؟ بالطبع ما اقدرش انسى دكتورة ابتسام حسني، مديرة المدرسة اليابانية بالفيوم حاليا، كانت في مسؤولة قسم العلمي الموهوبين، إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، ودكتور هشام عويس. طبعا دكتورة ابتسام دعمتني كتير جدا، واستاذة اماني الشريف مديرة نقطة الاتصال مكتب براءة اختراع جامعة الفيوم. قدمت ورقة هناك وتم ارساله اكاديمية البحث العلمي. يعني التقييم كان في محافظة الفيوم؟ كان محافظة الفيوم، تم ارسال الورق اللي انا سلمته للجامعة، ومن خلاله عملوا فحص للورق ومصداقية البحث، وتم الحصول على تسجيل براءة الاقتراح الحمد لله. طيب خلال بقى مشوارك ده، يعني ايه الشخصيات المهمة اللي قابلتها، العامة اللي قابلتها في خلال المشوار ده؟ طبعا لما اجي اتكلم عن الشخصيات العامة، فانا هتكلم عن اول نقطة الشخصية اللي قابلت محمد محمود، تاني نقطة الشخصية اللي قابلت التعليم الفني. فلما اجي اتكلم رقم واحد اتكلم عن تيبت ايجيبت، اتكلم عن دكتور محمد نبيل، دكتوره شروق زيدان، دكتوره اميره داوود، دول طبعا يعني الاهرامات اللي فعلا دعمونا كتعليم فني، استاذ محمد سليمان الحديدي، استاذه زينب احمد مسؤوليه رياده الاعمال في الفيوم، دول طبعا دعموني في ناحيه المجالات العلميه، وصلوني ناس المجالات العلميه اكتر ومجال المسابقات، وفتحوا لي ان انا اخش معارض دوليه من خلالها يتم اكتشاف المشروع بتاعي، ويتم ان انا اتعاقد مع شركات متخصصه تبدا تعمل لي انتاجيه في المشروع. محمد حصلت على شهايد تقديريه وحصلت على جوائز، بالفعل بفضل الله عز وجل انا حصلت اول جائزه، حصلت على الدرع مركز ثاني اي يو سي اي سي اس بي الجامعه الامريكيه. معانا الجوائز لو سمحت الساده المشاهدين، ممكن ننزل بالفيديو لو سمحتوا هنا. طبعا دي لا الجوائز ايجيبت، ده التيفيد ايجيبت، وده طبعا اول حاجه انا عندي الدرع البطولي. طيب هو الفيديو هيجهز وهينزله. عندي الدرع البطولي ده واخده من رئيس محافظ الفيوم ورئيس جامعه الفيوم دكتور خالد حمزه. الدرع ده كنت حصلت عليه لما الحمد لله كنت تفوقت في مجال البحث العلمي في الفيوم. طبعا عندي تاني درع هنا، ده من الجامعه الامريكيه اي او سي اي سي اس بي. طبعا ده انا حصلت عليه من الجامعه الامريكيه في حاله ان احنا تقدمنا، كان لنا منحه هناك وحصلنا عليه، دخلنا 100 طالب على مستوى العالم، منهم طلبه مصريين وطلبه اجانب، الحمد لله حصلنا مركز ثاني. طبعا تيفيد ايجيبت طبعا اللي ما اقدرش انساهم ابدا في اي لقاء او في اي حوار، لهم فيهم فعلا دعمونا بكل ما اوتوا من قوه. طبعا هنا عندي الدرع ده من الاب مايكل، مدرسه فرانسيسكان في الفيوم. لما بدات ان انا اتعلم، فطبعا يعني قاعده اساسيه زكاة العلم اخراجه، فكنت لازم ان انا اللي انا اتعلمته احاول اوصله للطلبه زمايلي. فبدأنا نعمل ورش عمل لعمل الروبوتس الآلي أو الروبوت الآلي ودورات الأردوينو في الفيوم. تم تكريمي من الإنتل وآيسف على مدار 4 سنين في الفيوم، وتم تكريمي من الدكتور عادل عبد المنعم وأستاذ دكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم سابقا، وتم تكريمي من أستاذ ناصر أبو هولة وده مدير إدارة المتابعة بإدارة الوحدات في أكتوبر. كل الشكر والتقدير طبعا لأهالي الفيوم إنهم ساعدوا محمد انه يقدر انه يوصل جهازه للمرحله دي. يعني ايه وجهه نظرك يا محمد للتعليم الفني الصناعي؟ التعليم الفني الصناعي طبعا انا لما اجي اتكلم عن التعليم الفني فانا بقول فني وافتخر. وفني وابتكر. انا فني فعلا وافتخر. التعليم الفني مش زي ما نظره المجتمع بتشوفه ان هو مجرد بس احنا ظلمناه في 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 جزئيات معينه. التعليم الفني محتاج رعايه كامله، وطبعا زي ما السيد رئيس الجمهوريه اشاد بيه ان التعليم الفني قطار التنميه، وده كان عام 2016 عام الشباب اللي انا نشات فيه المشروع بتاعي. طبعا نتمنى ان يكون الاهتمام بالتعليم الفني اكتر. التعليم الفني انا كطالب تعليم فني بقول لجميع طلاب مصر ادخلوا تعليم فني. التعليم الفني حاجه قيمه، التعليم الفني يعني هتقدر تطلع منه حاجه. كليه الهندسه وكليه التربيه تعليم صناعي وكليه الفنون التطبيقيه كل دي بتخش منها التعليم الفني.
طيب يا محمد، ازاي بقى كده على حد علمي ان انت دلوقتي في منحه في الجامعه الامريكيه، ازاي بقى من طالب في تعليم الفن الصناعي لانك بتدرس دلوقتي في منحه في الجامعه الامريكيه؟ وبالفعل انا اشكر في النقطه دي، اشكر التيبت برضو لان هم اللي مهدوني ان انا احصل على منحه في الجامعه الامريكيه. مش هنعرض الفيديو للساده المشاهدين؟ اتكلم يا محمد بقى على الفيديو واشرح لنا. طبعا دي شهاده تقدير من سيد محافظ الفيوم، دي اكاديميه البحث العلمي، كنت اول طالب من الفيوم يشترك في المعرض الرابع للابتكار. وبفضل الله عز وجل حصلت فيه مركز اول على مستوى الجمهوريه، وحصلت على منحه من الجامعه من الجمعيه اليابانيه. طبعا دي تكريمات عده من المشروع العسكري لمحافظه الفيوم، الانتل والايسوف والموهوبين، المشروع العسكري لمحافظه الفيوم، اكاديميه البحث العلمي طبعا، الايسف والانتل كذلك الامر، مدرسه الفرنسيسكان، مدرسه الثانويه بنات بالفيوم. اشتركت في كل المعارض، اكتر من حوالي 13 ل 15 معرض دولي ومحلي ووطن عربي. اشتركت في المعارض ده طبعا صوره ابي ووالدي، يعني اللي عرضت منذ السابقه صوره والدي مع رئيس اكاديميه البحث العلمي مشكورا، وطبعا دي صوره من الجامعه الامريكيه. وطبعا دكتور بالتوفيق يا محمد. وبكده تكون انتهت اول فقره من فقرات برنامج خير بلدنا. شكرا ليك يا محمد. اخر نقطه ممكن اشكرها، معلش يعني عشان الهوا ثواني. شكرا ليك يا محمد ونورتنا في خير بلدنا، وبشكرك يا ساره على انك على تقديم فقرتك معايا. بعد الفاصل مع زميلي امير احمد القاضي واميره شاهين ودكتور مصطفى حمزه، وهنتكلم عن محصول الفراوله والمشكلات اللي تواجه المحصول ده. انتظروهم بعد الفاصل.